واقشي الباذنجانات واقليهم وعلقي على الطبخه لبين ما نرجع. ليش وين رايحين يا مو؟ عنا مشوار. طب يا مو خذوني معكم وبس نرجع نطبخ انا وخالد يبه. خلص وحياتك بس ارجع رح اطبخ انا وياكي، بس هذا المشوار ما لازم تروحي معنا عليه. اوف ليش بقى؟ يا مو عملي مثل ما قالت لك ديبه ونحن ان شاء الله ما بنتاخر، تحركي قدامي. طالما ابو نجيب طلع عايش معناتها بنرجع لاتفاقنا. ايوه يعني ضلينا العرس يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الله يخلي لنا اياك، الله يخلي لنا اياك يا كبير، والله بلاك ما بنسوى شيء. الله يرضى عليك، بس يا ريتك سبت رضا امك وابوك قبل ما يموتوا، لانه مثل ما لك شايف غضب الوالدين بيخليك توقع بطابوسي وتطلع من طابوسي ثاني. لك يا اخي الله يوفقك، لا تذكرني بهذيك الايام، يعني انا كنت واحد طايش ومالي عرفان رب العالمين وين حاططني. لك مو انت سببك اخي، مو انت سبب، الله ينتقم منها. يا ميت اهلين وسهلين ابو موضح. قومي يا مو، قومي اغلي لنا قهوه. قهوتكم مشروبه ام خيرو. يا شو قصدك ام وضاح؟ قصدي ما بشرب قهوه لاتفاهم انا وياكي. نتفاهم؟ خير ان شاء الله، على شو بدنا نتفاهم؟ اسمعي ام خيرو، انا لا جاي اتحش بنتي بمناخيرك ولا اشرب قهوتك. لما اجيتي طلبتي بنتي لابنك ما حدا غصبك واجيتي برضاكي. لا يا ام وضاح، ليش هيك عم تحكي؟ لانه بنتي كل الحاره بتتمنى تكون كنتها، لا متعطل عليكم ولا على غيركم. طولي بالك ام وضاح، كله اسمه ونصيب. بعرف انه كله اسمه ونصيب واللي صار صار، بس هلا بدك تحكي لي شو قالت لك ام صفوان عن بنتي. ام صفوان؟ ام صفوان ما حكت شيء. بلا، ام صفوان اجت لعندك قبل ما تروحوا على الحمام، ديبه شافتها ومن ساعتها انت تغيرتي. بس عيب عليكي يا ديبه، عيب عليكي تفشي اسرار الناس وترجعي ترمي فتن عشان تطلعي بريه. يو يعني إذا شفت أم صفوان طالعة من عندك بكون عم بفشي أسرار الناس؟ الله يسامحك يا أم خيرو، أنا بحياتي ما سعيت إلا للخير. لا مو هذا قصدي. لكن شو قصدك؟ قصدي وبتعرفي منيح. لا ما بعرفه، احكي أم خيرو، احكي على المكشوف. لا ما في لزوم. أم خيرو بصلاة محمد وإيدي على راسك بري زمتك واحكي. يا جماعة أنا مأمنة وحالفة يمين، وإذا طلعت الأمانة باطلة بتضلي حالفة يمين وتتستري على الباطل؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا ربي. اسمعي يا ام وضاح. على قامتي، الله لا يوفقك يا صبحية يا بنت الحرام. يعني انت مالك حكي هالحكي يا ديبة؟ اعوذ بالله، لك انا ما بحبها ولا بطيئة ولا باخذ وبعطي معها، بس انا بفرجية هالقطعة النصيب هالمفترية. بتحلفي يمين على المصحف انك ما حكيتي وانه هالحكي مو صحيح؟ ايه بحلف. ديبه سرميتها أصدق من هديك الشرنة، بس العتب عليكي ليش ما اجيتي لعندي وحكيتيني بصراحة؟ قلت لك يا ام وضاح الحرمة أمنتني انه ما احكي، وهلأ بدي ديبة تحلف يمين. وليش بقى؟ هيك إلي هدف. شوفي يا ام خيرو، اذا بدك ديبة تحلف يمين مشان تتأكدي انه بنتي سميحة ما فيها شيء وترجع الامور بيناتنا مثل ما كانت بتكون كتير غلطانة، لانه اللي بتصدق ام صفوان ما بتستاهل تكون بنتي كنتها. وحدي الله يا ام وضاح، الله يلعن الشيطان، خلينا ننسى اللي صار. اللي صار ما بينتسى يا ام خيرو، يلا اودعناكم. ديبه امشي مشان الله لا تزعلي. مالي زعلانه، مالي زعلانه عادي يا ام وضاح، خلينا نتفاهم. يلا بخاطركم. سهلا عندي. اهلا وسهلا، تفضلي. وين امك وليه؟ جوا بالاوضه. الصغر عم تلعبي باللعب اخري هيك. ولا صبحيه يا بنت الدومري يا قليله العصر. شو جابها رويدا؟ ايه رويدا. وليش هيك عم تعيطي؟ ليش عم عيط؟ اذا اهلك ما عرفوا يربوكي واخي ما عرف يربيكي انا اللي بدي ربيكي يا بنت الحرام. الزمي حدودك وليها، ولا تنسي انك قاعده ببيتي. بيتك اللي بتشتغلي بالسحوره هذا بيتك؟ نسيتي انه هذا بيت امي وابي ونحن تحننا عليكم وسكنناكم فيه؟ طلعي من هون وليه؟ طلعي من هون احسن ما طالعك محمله. مو ناقصني غير هالشكيلات. انا شكيلات؟ اوقفي لورجيكي مين شكيلات. بدك تفرجيني؟ طولوا بالكم يا جماعه. وليه؟ طولوا بالكم وانتوا قرايبي. اتركيني يا بنت الكل. اتركيني كعم انا بورجيكي. تضربني لك الله يلعن ابوك على ابوها. ولك يا ابني. يا ام صفوان. ولك يا ابني. رويدا رويدا لك رويدا 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 الله يرضى عنك فينا فهمانه هيك عم تعملي؟ اخر عني هيك. لك رويدا لك ضلي حاطط قدامك من دبا.
شفت شو عم تعمل هالبنت الكلب؟ أنا بنت كلب؟ سامح سامح، عم ثبت أبوك بدنك وساكت. أختي بصراحة أنت زودتي، ما بصير هيك. قلت لك اسكت ولا تتدخل بيني وبينها. ولك شلون بدي اسكت وأنت عم تضربي مرتي ببيتي؟ لك قلي لي احكي لي، إذا غلطانة أنا بحاسبها. كتير شفناك فوق وشفناك تحت. هلا خلاص خلصنا خلصنا خلصنا، ضاعت ولقيناها. بس فهموني من شان الله إنه شو اللي عم يصير بيناتكم؟ سأل سأل مرتك هالمنظومة شو عم تحكي على بنتي؟ وين أمي؟ ليك لجوا. لك أنا كذابة يا أم صفوان؟ أنا كذابة؟ إيه أنت كذابة؟ لك عن أنا حكيت على بنتها لهموضح؟ يخرب بيتك عم تكذبيني عينك كنت عينك؟ لك موتي جيتي لعندي على البيت وقلتي لي كات كات كات؟ إيه بس يعني أنا قلت إنه سمعت من الناس. ها؟ سمعتي من الناس؟ ومين هدول الناس اللي سمعتي منهم؟ ديبة مو هيك؟ ولا هي نسيتيها كمان؟ أنا بحلف على المصحف إني ما حكيت هالكلام. بعدين عيب يا أم صفوان وحرام عليكي تحكي عليها كلام كذب على لساني. انت كمان عندك حريمات وبدك تجوزيهم. لك الله يصطفل فيكي. بس سمعت سمعت عدنان افندي، سمعت بإذنك وشفت بعينك. انا ما قلت انه ديبه اللي حكت لي، انا قلت انه سمعت من الناس. ولا بدكم تلزقوها بظهري لزق؟ لا مزبوط مزبوط اختي، سمعتي عم تقول لك سمعت من الناس. انا الناس اللي سمعتي منهم احكي لشوف. انا مأمنة انه ما احكي. حالفة يمين؟ هلا اذا مأمنة وحالفة يمين ما بتقدر تحكي، حطي حالك محلها. مع كل هاد اختي اذا البنت فيها شيء قولولي، لك انا بطبق لها دواء. يه لك عملكم بنتي ما فيها شيء، ليش عم تطالعوا عليها هيك سمعة؟ عمتي انا كنت هيك وابي سوالي دواء ومش الحال. ايوه ايوه احكوا هيك من الصبح. عمتي حبابي عادي اشربي قهوة الله يخليكي. يا مولي للعمتي تقعد تشرب قهوة عنا. ان شاء الله بتعدي كبابة انت وامك. عمتي الله يخليك خليكي عنا. لك الله لا يوفقك، لك الله يقصف لي عمرك كم مرة، لك ضبي لسانك كم مرة. يا مو موضح يا موضح موضح، المخلوقة عم تحكي معك، حرام ردي عليها. ما ضل حكي بيني وبينها. الله لا يوفقك يا أم صفوان، خربتيها وقعدتي على تلتها. الله لا يوفقك يا رب. شفت شلون بيكرهوني؟ شفت أختك شو ساوت فيني؟ بس كله الحق عليك. حالي؟ لك أنا بدخلني؟ يعني واحد غيرها بيمسكها لرويدة وبيقسمها نصين، ليش هي بتسترجي تعمل هيك مع أم عبده؟ بس والله والله ربي لك ياها. ولك خلصنا بقى يا حرمي خلصنا. عليم الله الحق عليكي، يعني معقول تكذب كل العالم؟ بعدين بدي اسألك، هلأ سميحة شو ذنبها لطلعتي عليها هالسمعات؟ شو ذنبها؟ أنا شو دخلني؟ أنا هيك سمعت من الناس، بس هن بيكرهوني، الله ينتقم منهم. لا خلصنا يا حرمي خلصنا، والله طوشتيني بهالقصة، خلص عادي تفتحي يا منوب. لعمة شو ها؟ هذا حصان بليس يا بي. وليش جاي ولا هو؟ هذا اشتريته بالقصوطة، أحسن من الخيل، لا بده أكل، لا بده شرب، ولا بده بايكي. والله لا خليلك أصحاب الخيل هدول شايفين حالهم يطقوا من القهر والغيرة. شلون بيركب ها؟ شغلته سهلة يا بي، هذا الكرسي اللي فوق هنيك بتقعد عليه، بتقعد هيك، حط رجليك على دول الدعسات وتصير تلف فيك تفتلون تفتلون، بيمشي لحاله، بياخذك وين ما بدك. شلون ما بتوقع؟ ما له غير رجلتين، يعني قصدي دولابه. هذا يا بي أول شيء بتعود عليه شوي 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 ما بتعود توقع. بدك تعلمني عليها؟ إيه تكرم عينك، إذا بدك شي يوم نطلع نحمي دان الخيل وبعلمك عليه هنيك. يا مو ابن عمتك شافوا لهذا الحصان؟ لا لسه ما شافوا. يروح اركبه ومر من قدامه خليه يموت من غيرته. هالابن شرنة اللي بتضل رافع زنيفتها. يا مو شو بك انت؟ شو صاير معك؟ عمتك عملت لها قتلة. بس شو قتلة؟ من كعب الدست. يبلاكي بقتلك إلهي. هلا قليلي ضربتك؟ ايه والله يا أمي. عمتك يعدمها نظرة وعافيتها ضربتني. شو يا بي؟ لك ما في شي يا بي، حكي فاضي، مشاكل نسوان. مشاكل نسوان؟ ايه؟ شو بكي يا مو؟ ما في شي يا مو. شلون ما في شي؟ ايه برحمة أهلك وأخيرا ما حغير تحكي. ما في شي تقبرني، تعلقت أنا ومرت خالك أم صفوان شوي. مرت خالي؟ ايه يا مو. مشان شو تعلقتوا؟ قصاص نسوان. شوف مين عم يدق الباب.
مين؟ أنا صفوان. هلا يا صفوان، لك شو؟ شو بشتري حصان بليز؟ مو أحسن من القديش اللي عندك؟ هلا الفرس اللي عندي صار اسمه قديش؟ هلا نهايته أمك وينها؟ شو بدك فيها؟ في لي ما عجوز كلام. إيه؟ شو عليه؟ يا مو هذا صفوان بده يحكي معك جوز كلام، خذوا له طريق. قومي يا مو، قومي على اوضتك وسكري الباب. يلا يلا. انت بأي حق بتضربيها لأمي؟ هيك لأنها بتستاهل. ايوه يعني مفكرين ما في وراها رجال؟ اسكتوا لك. لا ما حذرت، واللي بده يمد ايده على امي بدي اقطع له اياها من الباط. انت؟ اي انا. روح عم نروح. روح الله يرضى عليك، ما بدنا مشاكل. ليش مين اللي عم يعمل مشاكل؟ وانت اخ بس لو ما كنت عمتي. اطلع لبرا ولك. اطلع لبرا بس لو ما كنت ببيتنا ودايس بساطنا. والله لا طلعتك محمد. والله يا جرب لشوف. ايه اطلع لبرا ولك. اتركوا الله يرضى عليك. طول عمرك واحد واطي. اسمعوا لك. انا جوا ما رضيت ادبك لانك ببيتنا وكرمال امي ما تفك بيناتنا. بس لو انك رجال وبتحترم هالشوارب اللي بخلقتها لاقيني بالساحه قدام القهوه. ايه شو عليه يا بابا؟ اطلع. انا بورجيك يا صفوان الكلب. يبعت لي حمى روحت البنت من ايدي. ايه لك مشان تسمعي لي حكي ام صفوان. طولوا بالكم يا جماعه، ما صار شيء. ام وضاح قلبها طيب، بس لسه الجرح تازم. ويعني عدم المؤاخذه مع حق تزعل منك. بعرف ما حق، انا ما بلومه، بس انا بستاهل اللي صار لي. لا عسلامتك، انت ما بتستاهلي غير كل خير. يا لطيف ماني مفكره انه في هيك ناس. يبعت لحمه بسبع اشكال. امين. ام خيرو كل شيء بيتصلح ولا يهمك. شلون بده يتصلح يا ديبه؟ شلون ولا يهمك؟ ان شاء الله كل شيء بده يتصلح. بس انت بالاول هاتي المصحف لاحلف لك انه انا ما حكيت شيء لام صفوان. شفتي؟ إن شاء الله بتتقطعي 100 شقفة يا أم صفوان على المصيبة اللي رميتيني فيها.